البرلمان العراقي صادق على قانون الانتخابات الجديد، اطلعت على نصوصه وعلى فقراته، هل تجد أن هذا القانون جاء متناغما مع الطموحات؟ وهل تجد من خلال فقراته أنه سينهي حقبة مظلمة عاشها العراقيون كما قلت أنا في هذه المقدمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين، والتحية والقداسة إلى متظاهرين في كل سوحة. حياك الله. الحقيقة كأي إنتاج بشري ماكو قانون مثالي يحقق ما تريد، لكنه أنت الآن أمام يعني أمام ضغط الشعب العام، هو محاولة تحطيم أوكار القوى المهيمنة على المشهد السياسي، والتي بحجة الديمقراطية استطاعت أن تتوسع في فسادها وهيمنتها للحد اللي أصبحت الديمقراطية هي أداة من أدوات إعادة صناعة هؤلاء الناس، وبالتالي بالقوانين التي كانت تصدر وبأسلوب القياس اللي كان موجود سانت ليوكو وأشكاله، وبالتالي تجزئت الأول الانتخابات فردية والمناطق موزعة. صحيح هو الحالة المثالية أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، لأنه أصل النائب أصل النيابة أن يكون الشخص مثل لكل العراقيين من كل مساحات العراق، وكأنه كل مساحات العراق كل سانتم كل مجموعة بشرية بالعراق هو يمثل منها واحد، وبالتالي يصبح الحالة المثالية في الدولة المستقرة الديمقراطية. لكن وضع العراق له خصوصية، أنت تريد تفكك هاي الامبراطوريات المالية، امبراطوريات السياسية، امبراطوريات الفساد، أنت لابد وأن تذهب بالجانب الآخر مستخدما قوانين يمكن لها أن تفكك. على سبيل المثال الحصر، أنت الآن في كل قضاء أو أكثر من قضاء يكون دائرة انتخابية، هذه معناته أصبحت أولا النتائج من الممكن تعرفها من المركز القضاء مباشرة قبل أن يصل إلى مركز المحافظة، وبالتالي هاي العمليات التزوير التي أشابت الانتخابات العراقية وذات من 2014 صعودا لا يمكن للمفوضية أو حتى وإن كان هناك في الجهات العليا تريد تعمل يعني تسيء للانتخابات أو تريد تغير شكل الانتخابات بعد ما تستطيع، لأنه أنت في الدائرة الانتخابية موجود عندك ممثلين وموجود مسؤول على دائرة انتخابية بالكامل، وبالتالي مجرد أن تغلق صناديق الاقتراع أنت من تغلق وراء ساعة تطلع نتائج في المراكز. شلون تطمني أنت الآن أنه في على مستوى القضاء لا يحصل التزوير؟ أولاً بيروقراطية دارية ماكو، قبل كانت الصناديق تطلع نتائج ومن ثم يشيلون الصناديق وجهات حكومية تحمل الصناديق، والصناديق تروح المعرض بغداد الدولي، ومن تروح المعرض بغداد الدولي تم عد وفرز، وورا العد والفرز شهر. لا تنسى راح يصير هم نفس لا لا, لا العد والفرز راح الآن. أنت حقيقة أولا وجود قضاة، هذا طبعا جانب مهم، وجود قضاة مهنيين في العراق، هذا راح تستطيع أن تحصل من كل المراكز واللي هي عددها قليل بالقياس إلى الدائرة الانتخابية. مثلا في بغداد كان بحدود يعني بحدود 20,000 محطة، في حين هسه على المراكز الانتخابية يعني الأقضية لا تتجاوز المحطات هذا العدد، يعني من الممكن تكون 1,000 محطة، من الممكن 1,000 محطة تخليك أو 500 محطة تكفيك للعد والفرز، وبالتالي تستطيع أنه تجعل ممثلين هؤلاء الممثلين يمكن أن ينطونك النتائج بعد ساعة خلاص، وتعلن في مقر الأقضية تعلن النتائج، ومن ثم ترحل إلى مقر المحافظة، وأخيرا ترحل إلى الوحدات. أنت بالبداية قلت أنه هي هذه محاولة طبعا، طيب هذه المحاولة اقتربت من الطموحات؟ أنا برأيي في ظل وضع العراق الحالي لا وجود لأحسن من هذا القانون يستطيع أن يحطم هذه الإمبراطوريات السياسية وبالتالي يفككها. أولا الترشيح فردي ودوائر انتخابية متعددة، والفائز الأعلى فالأعلى، يعني افتراضا في فئة بغرب على سبيل المثال الحصر، إذا كان لديها نائبين أو ثلاثة نواب يحصلون الثلاثة الأوائل الأعلى الأصوات يكونوا ممثلين لهذا القضاء، وكذا الحال في أي قضاء آخر من أقضية العراق العزيز، وبالتالي نحصل على تمثيل للمناطق بشكل كامل، أي بمعنى أنه تكون المسؤولية بالأساس مسؤولية الشعب في الاختيار، ولا يمكن لأحد بعد أن يعذر نفسه لأنه شافوا عمليات شافوا الانتخابات وأحجبوا عنها بسبب التزوير، وبالتالي شافوا أنه مجلس النواب ولا الحكومة ولا السلطة قد خدمتهم، وبالتالي اليوم يردون مجلس ابتداء مجلس نواب ممثل حقيقي لهم يمكن أن يأتي بسلطة تخدمهم، وبالتالي يدخل العراق أو يركب العراق على السكة ويكون من الدول
الجاذبة للسكن وليس الطاردة له كما يحصل اليوم.